قول لي يا بلبل، هي معايير الجواز بتختلف من الراجل للست؟ طبعا الراجل والست يا امل كائنين مختلفين تماما عن بعض. عارفه زي كده مثلا القرد والنسناسه. الست نسناسه؟ يعني وانا قلت على الراجل فراوله، ما انا قلت قرد برضه. طب ايه المعايير المناسبه بالنسبه للست؟ لا دي انا ما اقدرش افتيكي فيها. انا ممكن اقولك ايه المعايير المناسبه بالنسبه للقرد، انما بالنسبه للست ممكن تسالي اي نسناسه. ايه ده انا بقيت جرين دايفر خالص. انت مين؟ انا امل النسناسه. لا الدكتور. ياه انت مش شبهها خالص. هي مين دي اللي انا مش شبهها؟ ما تخافش انت مش شبهك. يعني اصلا تزعليش مني، يعني ده انا كنت متخيل صورة. يا ريتني ما فتحت. معلش استحمل. والله انا ايه اللي كبرنا استحمل. طب ما ترجع الشاشة تاني زي ما كان. بس يعني لو هترجع الشاشة ممكن تسيبي عينيا من غير ما تغطيها. طب ممكن اسألك سؤال بمناسبة انك فتحت؟ استغلال كده من اولها. اسألي. ماشي يا عم. ايه اللي عجبك في ياسمين وايه اللي عجب ياسمين فيك؟ حاجات كتير، زي مثلا الشجاعه.